أعزائي المشاهدين، بمناسبة مرور 21 عاماً على بدء الحج إلى موقع عماد السيد المسيح بالمقطس، يسر مكتب نورسات الأردن أن يبث لحضراتكم هذا التقرير الذي يبين أهمية هذا الموقع الديني لمسيحي العالم، حيث تم العام الماضي تشكيل مجلس استشاري دولي للعمل على تطوير الموقع وزيادة طاقته الاستيعابية وجذب المزيد من الزوار والحجاج له من مختلف بلدان العالم. موقع عماد السيد المسيح في المقطس على الضفة الشرقية لنهر الأردن بأهمية كبيرة لدى أتباع الديانات السماوية الثلاث، وهو أحد أكثر الأماكن قداسة على وجه الأرض لجميع المسيحيين، فهناك عمد السيد المسيح على يد يوحنا المعمدان، ومن تلك البقعة انطلقت المسيحية. وكان قداسة البابا يوحنا بولس الثاني أعلن موقع المقطس وجهة للحج المسيحي خلال زيارته التاريخية في عام 2000، ويستقبل المقطس الحجاج المسيحيين من جميع الكنائس، وقد زاره البابا يوحنا بولس الثاني والبابا بنديكتوس السادس عشر والبابا فرانسيس والبابا توادروس الثاني للأقباط، بالإضافة إلى العديد من كبار القادة الدينيين والسياسيين. ويضم المجلس الاستشاري خبراء من جميع أنحاء العالم في مجالات السياحة والثقافة والتنمية والضيافة والتراث والترفيه وغيرها، وسيقومون بتقديم النصح والإرشاد من منظور استراتيجي ليصبح موقع المقطس مقصداً عالمياً لتجربة سياحية شاملة تغطي الأبعاد الدينية والتاريخية والترفيهية، وتراعي الحفاظ على الطابع الروحي للمكان بغية توفير تجربة سياحية متكاملة تحاكي تاريخ وقصة هذا الموقع المقدس، وتتناغم مع رسالة العيش المشترك والوئام بين الأديان في الأردن. ويساند المجلس الاستشاري جهود الأردن والهيئة الملكية لموقع المقطس من خلال تقديم رؤية استراتيجية لإعادة إحيائه كمقصد للحج كما كان عليه في الماضي، وتطوير مسارات للحج المسيحي تستغرق يوماً إلى 3 أيام، وتمر بالأماكن المقدسة في المناطق الشمالية والوسطى والجنوبية من الأردن مثل جبل نبو والبحر الميت ومكاور وتل مار الياس. ويستقطب المقطس مئات الآلاف من الحجاج سنوياً، وتهدف خطة التطوير إلى تعزيز البنية التحتية والمرافق لاستيعاب الملايين من الحجاج والزوار الآخرين من جميع أنحاء العالم.